معنا عبر الهاتف من لندن الدكتور سعد جواد، أستاذ العلوم السياسية. دكتور سعد، أهلا بك معنا. بحسب المعلومات التي لديك، ما الذي حصل بالتحديد داخل المركز التجاري ويحدث حتى الآن؟ يعني لحد الآن الصورة غير واضحة. هنالك اعتقال لشخص، وهنالك ناس بدأوا بالهروب من هذا المركز. تعرفين أنت بعد الانفجار الذي حصل يوم أمس، الانفجار هذا اللي أودى بحياة هذا العدد الكبير من الأشخاص، أصبح الوضع متوتر، والآن كل حركة أو كل سماع لأي صوت حتى ولو كان صوت بسيط يربك الناس ويربك الشرطة ويربك السلطات الأمنية. وبالتالي لحد الآن الأمور غير واضحة، لكن بالتأكيد جرى توقيف شخص أمام هذا المركز، وهو طبعا متهم بأنه محاولة للقيام بتفجير أو تفجير نفسه أو تفجير عبوة. الأوضاع الأمنية الآن في العاصمة دكتور، وإلى أي حد الشارع اللندني مرتبك بسبب ما حدث منذ الصباح وحتى اللحظة؟ يعني هذا تعرفين متوقع أيضا، لأنه الشارع اللندني والشوارع الأوروبية قاطبة عند حدوث أي شيء من هذا النوع ترتبك كثيرا وتتخذ إجراءات صارمة أكثر مما هو موجود، ويبدو ظهور الأمن والشرطة كبيرا جدا. يعني في لندن الآن الحياة تبدو هادئة، لكن حدث مثلا في محطة فيكتوريا للحافلات، وهذه محطة كبيرة وسط لندن، أن شكوا في بارس الموجود على الأرض وأغلقوا المحطة وأغلقوا محطة القطارات المجاورة واتخذوا كل الإجراءات الأمنية، وبالتالي ظهر أنها لم تكن قنبلة أو شيء من هذا القبيل. فهذا متوقع الآن. بدأت اقتحامات كثيرة وبدأت القطارات تتأخر بسبب هذا الإرباك. شكرا جزيلا لك، حدثنا عبر الهاتف من لندن الدكتور سعد جواد، أستاذ العلوم السياسية.